عجينة كنافي وزبدة سكر وزبدة فستق، فستق مطحون. بعد ما خلصنا العجنة بدنا نمدها، نمدها هون. بعد ما فردنا العجنة بدنا نحطها بالباركس هون. القشطة بتعطي طعم كتير زاكي بأطباق الحلويات. بدنا ندهن القشطة. هاي الطبقة الثانية العجينة عم نحطها فوق القشطة. لسا بنحط فستق مطحون. وهيك بنكون حضرنا لكم الفستقية الزاكية.